في إطار العمل التشاركي بين مختلف القطاعات وأفراد الحكومة من أجل مرة أخرى التحضير لانعقاد ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الصيف المقبل في وهران إن شاء الله. كل مؤسسات القطاع بما فيها مؤسسات مجمع اتصالات الجزائر سواء في التابت أو النقال أو حتى بالساتل مجندة وابتدت العمل يعني منذ شهور بالموازات مع التقدم في إنجاز المنشآت الأساسية المنشآت الرياضية الأساسية ابتدت العمل باش كذلك البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية تكون جاهزة سواء بالألياف البصرية سواء بالربط عبر التغطية بالهاتف النقال أو حتى يعني الساتل الجزائري الكومسات أن استعملته اتصالات الجزائر الفضائية كذلك باش تمد تأمين أكثر لهذه الشبكة.